على ترابيزة واحدة وهي صالح المجتمع المصري ولا خلاف على ذلك. ولكن اللي أنا عاوز أكمل حضرتك، لما أفتح الفيس بتاعي ولاقي رمز الدولة بتاعتي مهان فيه لصالح من؟ لما أفتح الفيس بتاعي ولاقي معلومات مغلوطة عن كمية حرائق أضعاف 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 اللي حصلت لصالح مين؟ لما افتح الفيس بتاعي واقول ان في شخصيات وقيادات سياسيه ده دم اغتياله ده دم ضربه، الا يعني يؤدي حضرتك هذه المعادله لذهنك ان هناك جهات استخباراتيه شغاله وتستفيد من عدم وضوح المعلومه عندنا كمصريين وعدم توفرها والجهل اللي قعدنا فيه 30 سنه؟ حضرتك انا مش معنى كلامي ان انا معلش بقى لازم اوضح برضو ان انا كل حاجه بقول عليها صح، لا انا بنتقد. انتقدت السيد رئيس الوزراء في اجتماع نواب البنيه تمام معاه، انتقدت مش بصفتك نائب بس بصفتك مواطن حضرتك، انتقدت كتير من السادة الوزراء في تصرفاتهم، لان المرحله اللي احنا فيها دي حضرتك ما ينفعش، انا اسف لو انت عاوز تجيبها بقى مبدا التطبيل مش هينفع خالص، لابد ان نظهر الحقائق تمام وان نضع الحقائق امام متخذ القرار.